السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اللهم صل وبارك وسلم على اجمعين. هنعمل مع بعضينا ان شاء الله العيش الشمسي اهو. ده عبارة عن 3 كوبايات دقيق اهو، وهنا الخميرة بتاعتنا اهي يا جماعة اهي. دي فيها بقى ايه اللي باكل الخميرة بتاعتنا، وفيها معلقة السكر بتاعتنا، وفيها 3 معالق دقيق، وفيها 2 معالق زيت مع مية دافية طبعا عشان تمام، وبنغطيها كده عشان المفعولة. واللي طبعا عايز يعمل اكتر في كمية الدقيق، يعني انا عاملة 3 كوبايات عشان هما يعني نفرين اللي بيحبوا، الباقي ما مش بيحبوا، كل واحد حسب اللي بيحبه. بس طالبين مننا ايه؟ رجعنا لكم تاني، انا معاكم قناة الرسوس وقناة منزلية بسيطة وانيقة. هنا عندنا المية المغلية دي، هنعمله ايه؟ التلبينة بتاعتنا بتاعت العيش الشمسي. المية دي، المية دي كانت بتغلي على النار، نحط فيها 3 معالق دقيق. ادي اول معلقة، وادي التانية، وادي التالتة. هنقلبوه بقى كده اهو. شايفين يا جماعة صنكم اهو، هقلبه بقى وارجع لكم تاني. اهو رجعنا لكم تاني، ادي التلبينة اهي بتبقى بالشكل ده يا جماعة اهي، شايفين اهي. طبعا هنخلوها لان احنا هنشتغل في الدقيق ده بالمية الدافية بس، لما الخميرة تتنشط ماشي يا جماعة. ونرجع لكم تاني لما نعجنوه. ورجعنا لكم تاني اهو، عمالين نعمل في العجينة اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. اهي يا جماعة اهي، فين العجينة اهي؟ طبعا دي بتبقى عجينة ملدنة زي ما احنا شايفينها كده اهي، شايفين اهي، دي اسمها العجينة الملدنة بتاعت العيش الشمسي. لسه محطيش عليها طبعا لا التلبينة بتاعتنا اللي هي دي والمية السخنة، لسه محطيناهاش. وادي الخميرة بتاعتنا، شايفينها يا جماعة يا جماعة، خمرت بقت جميلة وزي الفل وزي الفل. هنحط بقى ايه التلبينة. رجعنا لكم تاني، طبعا ده العيش ده انا هبيته لتاني يوم، مش هعمله النهارده ان شاء الله. بس العجينه لازم تكون معانا ايه بالتلدينه دي، شايفين التلدينه دي اهي. نعمل بقى نضرب فيها كده اهي، شايفين يا جماعه، هي دي بتدينا طراوه للعجينه وبتخليها جميله من جوه بقى. دي بقى ان شاء الله هكملها بكره واوريها لكم، ارجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني يا حبايبنا، بص العجينه خمرانه قد ايه اهي، بص يا جماعه اهي. هنقرص بقى اول رغيف هنوريه لكم، ارجع لكم تاني بقى يا جماعه. رجعنا لكم تاني اهو العيش الشمسي، احنا قرصنا اهو رغيفين، شايفين يا جماعه جماله، بس ملدن زي. هعمل معاكم واحد دلوقتي، وادي التاني اهو اهو يا جماعه. طبعا احنا هنبعد لما نيجي نفرد، هنحطينه بس كده في الطبق نيجي يتفرد عشان ما عندناش اللدانات بتاعته او العجانه بتاعته اللي هي الاطباق المخصوصه بتاعته دي، بتيجي طبعا من البلد، واحنا طبعا احنا صعيده بس ما جبناهاش، لان يعني احنا مش بناكل عيش الشمس كتير يعني بيتطلب مننا.
اهو يا جماعة. طيب ده البينة دي لازم يا جماعة، شايفين هي دي نجاح العجينة بتاعتنا. وادي الواحد اهو، بس كنت في الدقيق اهو. بص يا جماعة، بصوا ادي واحد اهو كمان اهو، نعمله لكم هنا برضو كده اهو. فين يا جماعة؟ حطي بقى على شوية رده ولا حبة دقيق اهو، شايفين اهو بيبقى عامل كده. بس طبعا الفرد بتاعه بس كل ما بيقعد بيخمر. عجينة خميرة ممتازة وجميلة اهو. هكمل بقى انا الكمية دي وهوريها لكم بعد ما اخلص. رجعنا لكم تاني يا حبايب اهو، شايفين بقى العيش الشمسي اللي احنا قلنا عليه اهو، بصوا بيخمر عملناه اهو. بس طبعا انا هكمله ان شاء الله بكره وهوريه لكم ان شاء الله. طلعوا يا دوبك 5 ساعات اللي هما الـ4 كوبايات، يعني يعتبر الكيلو الا ربع كده او كيلو، كيلو الا ربع، لا كيلو، كيلو الا ربع، صح كيلو الا ربع، عشان حطينا شوية دقيق زيادة اهو. طلعوا كام؟ 5 ساعات والسادس ان شاء الله بكرة هنكمله ونوريه لكم. السلام عليكم. اهو يا جماعة احنا قرصناه اهو زي ما انتوا شفتوه معانا، بس يا دوبك كده ايه فردناه على التخمير بقى ان شاء الله لبكرة ان شاء الله اهو. مغطينه طبعا ان شاء الله بقى بكرة الحمد لله هنكمل ان شاء الله. خمره خمر كده، بعد كده هيخش الفرن ويتخبز ونشوف. السلام عليكم. هو لسه اهو في النار بيتخبز بره، هرجع لكم بقى تاني لما نخلص. السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم قناه انا سوسو، قناه منزليه بسيطه وانيقه. ادي السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معاكم قناة انا سوسو، قناة منزلية بسيطة وانيقة. العيش الشمس اللي احنا عملناه مع بعضينا امبارح اول ملدن، فطبعا ده العيش اللي في التلدينة اللي بتاعت الخميرة. ادي اهو العيش الشمسي اهو طلع، ده بايت من امبارح طبعا زي ما احنا عملناه من امبارح اهو، شايفينه يا جماعة اهو اهو يا جماعة، شايفينه في منتهى الجمال والله. طبعا لو تحت ده انتوا عارفين اللي هي اثار الضيق، لازم تشوفوا كل حاجة بوضوح. الضيق اللي احنا كنا حاطينه طبعا عشان ما ينفعش نسيبه كده عشان ما يلزقش في الطبق بتاعنا. طبعا ده من غير شمس ولا حاجة لان احنا ما عندناش طبعا الدنيا شتا وكده. ممكن تفتحوا عليه المروحة او لو عندكم دفاية يا جماعة من طول الليل كده تحطوا عليها، هيبقى جميل قوي معايا. بس اهم حاجة يبقى يتلي تاني يوم في التلدينة بتاعته والخميره. ابتديتوا بقى تقرصوه زي ما شفنا في الفيديو مع بعضينا بامر الله، لما ينزل الفيديو هتشوفوه بامر الله. متنسوش بقى يا جماعه اللايكات الجميله بتاعتكم والتعليقات وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد والاشتراكات الحلوه بتاعتكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. على واحد. السلام عليكم يا جماعه، بناخد افكار مع بعضينا اهو، الملوخيه الخضراء والصلصه اهي، والفراخ اللي هي الشوربه والفراخ المحمره ماشي، والعيش الشمسي اللي احنا عاملينه اهو اهو. شكلك صورتيني انا ماسكه، اقول الغوله اللي ماسكه رغيف قد وشها. طبعا هي بتشيل اهو، شايفين يا جماعه؟ اتفضلوا بقى معانا الفراخ اللي هي المسلوقه، اتفضلوا معانا يا جماعه. السلام عليكم. ماما انت شايفه في الممتاز. شايفين يا جماعه العيش؟
العيش الشمسي جميل ازاي اهو من جوه. التلدينه العيش ابو تلدينه قلت لكم، بصي بيتقطع ازاي، وجميل جميل وجميل جدا جدا من جوه، مستوي في الفرن وحلو قوي. اتفضلوا بقى معانا يا جماعه، هينزل الفيديو ان شاء الله وهتشوفوه ان شاء الله، سهل وحلو. السلام عليكم. السلام عليكم.